وصول جثمان الفقيد البخاري أحمد إلى الجزائر، والأمين العام للأمم المتحدة يعزي الجبهة ويشيد بحنكة وحكمة الدبلوماسي الراحل. الجالية الصحراوية بإسبانيا تتظاهر أمام عدة قنصليات مغربية لدق ناقوس الخطر حول الحالة الصحية الحرجة للمعتقلين الصحراويين بالسجون المغربية. والوزير الأول يواصل إشرافه على جولة الحكومة بلقاء مسيري وزارتي الإعلام والشؤون الاجتماعية وترقية المرأة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. نحن الصحراويين تحقيقا لأهدافنا أو نقلا عن آخرنا. أهلا بكم لتفاصيل هذه النشرة. بمقر وزارة الدفاع الوطني ترأس اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأخ إبراهيم غالي اجتماعا طارئا لهيئة الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. وتدارس الاجتماع آخر المستجدات والتطورات الميدانية على إثر التصعيد المغربي والتهديدات والتطورات الميدانية لرسم خطة التعاطي معها. وجدد أعضاء هيئة الأركان التأكيد على جاهزية قواتنا المسلحة واستعدادها للرد بقوة على أي تصرف من جانب الاحتلال المغربي يهدف إلى تغيير الوضع القائم غداة وقف إطلاق النار. وأقرت هيئة الأركان العامة عدة إجراءات استعجالية. في موضوع آخر، تلقى رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة الأخ إبراهيم غالي رسالة تعزية من السيد أنطونيو غوتيريز الأمين العام للأمم المتحدة في رحيل الدبلوماسي الصحراوي الفقيد البخاري أحمد. جاء فيها: لقد تلقيت بحزن عميق نبأ رحيل ممثل جبهة البوليساريو في نيويورك السيد البخاري أحمد بعد شهور من الصراع مع المرض، وفي هذه اللحظات العصيبة أود أن أبعث بأصدق التعازي القلبية إلى عائلته وإلى جبهة البوليساريو. لقد كان البخاري أحمد مبعوثا حماسيا ومحترما وذو مبادئ، يضيف الأمين العام، دافع بلا كلل عن الحل السلمي للنزاع في الصحراء الغربية. إن رحيله يعتبر خسارة كبيرة لجبهة البوليساريو ولشعب الصحراء الغربية. وفي لحظة الحزن هذه فإنني أود أن أجدد التزام الأمم المتحدة بالمساعدة على إنهاء الصراع في الصحراء الغربية الذي طال أمده من خلال تسهيل العملية التفاوضية التي بدأها مجلس الأمن من أجل التعجيل بالتوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الطرفين يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، يضيف الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريز.
وصل جثمان فقيد الشعب الصحراوي الراحل البخاري أحمد بارك الله زوال اليوم إلى الجزائر العاصمة قادما من إسبانيا، حيث كان في استقباله بالقاعة الشرفية بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة السفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر عضو الأمانة الوطنية الأخ عبد القادر الطالب عمر بمعية عدد من الشخصيات الجزائرية. المزيد في المراسلة التالية من الجزائر العاصمة. حظي جثمان الدبلوماسي البخاري أحمد بارك الله باستقبال رسمي خاص بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، حيث كان في استقباله بالقاعة الشرفية السيد عبد القادر الطالب عمر سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر بمعية عدد من الشخصيات الجزائرية الممثلة في الخارجية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر وأعضاء اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، يتقدمهم رئيس اللجنة وممثلي عدد من هيئات ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى وسائل الإعلام. وبعد وصول الجثمان مباشرة سجية نعش الراحل بعالم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وبباقة من الورود وصورة الراحل التي كانت تعبر عن بقاء المرحوم في نفوس الحاضرين. بعد قراءة الفاتحة على روح فقيد الشعب الصحراوي، ألقى سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر عبد القادر الطالب عمر كلمة نشاد فيها بمواقف الجزائر الثابتة، وأن هذه المواقف مفخرة لنا سيما ونحن في وقت يفارقنا أحد أعمدة الدبلوماسية الصحراوية. فقد كان في المستوى من حيث الحجج القانونية والتجربة السياسية والحنكة الدبلوماسية، وظل يكافح في المحافل الدولية خاصة الأمم المتحدة وفي تقديم المحاضرات في الجامعات وكتابة المذكرات، وقد ترك رصيد قانوني وسياسي سيشكل ذخيرة هامة جدا تستعملها الأجيال القادمة للدفاع عن القضية الصحراوية. وهو اليوم نستقبله مع اللجنة للتضامن، اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي متوجها إلى الأراضي الصحراوية، وهذه فرصة مرة أخرى لنقدم الشكر الجزيل والعرفان للشعب الجزائري وللدولة الجزائرية وعلى رأسها المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. هذا وأشاد الحاج أحمد بارك الله بمستوى الاستقبال الرسمي معربا عن وقوف الجزائر مع الشعب الصحراوي. ما بسهل يعني عائلة فقدت يعني شخص من هذا الحجم تعبر بسهولة عن مشاعرها، لكن يعني احنا مطمئنين نظرا لردة الفعل الشعب الصحراوي، يعني مرة أخرى يعني يظهر لنا على أنه يبين مرة أنه الشعب عظيم يعرف يقدر شهداء، وكذلك يعني برهان على عظمة الجزائر. من جهته عبر الدكتور سعيد العياشي رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن الشعب الصحراوي متمسك برجاله المخلصين، مؤكدا أن الجزائر ستبقى وفية لمبادئ ثورة أول نوفمبر. قد فقد الشعب الصحراوي اليوم أركز نتاعو في القيادة السياسية الصحراوية أحمد البخاري الله يرحمه. أحمد البخاري خلينا مثل الكفاءة والشجاعة والحنكة في أداء مهامه، وبهذا برهن في كواليس الأمم المتحدة ووصل رسالة الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والكرامة والحرية والاستقلال. ولكن كالثورات الحقيقية كلها فيسقط شهيد فيخلفوه 100 شهيد 100 واحد خلاف، ففي أحمد البخاري غاب عندنا فمئات من شباب الصحراوي قادرين يخلفوه، وهكذا أعطتنا المثل الثورة الجزائرية. مات بن بوعييد ومات بن مهيدي ومات لطفي ومات عبان، ولكن الثورة انتصرت، واليوم الثورة الصحراوية كذلك بدورها يسقط أحمد البخاري، وغاب السيد مصطفى الوالي
وتوفى محمد عبد العزيز وأكثر من شهداء، ولكن القافلة فلربما قد يزيد الهام هو تحقيق الهدف السامي اللي هو بناء على أرض الإجداد دولة ديمقراطية اجتماعية والاسترجاع الكرامة والحرية والاستقلال بالنسبة للشعب الصحراوي. هذا ما فعل وسعى من أجله أحمد البخاري، وهذا ما يتحقق إن شاء الله بشجاعة وكفاءة الشباب الصحراوي والجيش الصحراوي والقيادة الصحراوية. هذا ولا زالت السفارة الصحراوية بالجزائر تستقبل العديد من الشخصيات وممثل المجتمع المدني لتقديم واجب العزاء. وحول وصول جثمان الراحل البخاري أحمد إلى مطار هواري بومديا بالجزائر العاصمة، نتابع التصريح التالي لمحمد مولود محمد فاضل الوزير بالرئاسة المكلف بترقية الإدارة. اليوم نترحم على روح الشهيد البخاري أحمد البخاري الدبلوماسي الجسور، أو من أوائل الطلبة الجامعيين اللي حمل القضية الوطنية، اللي دافع بقلمه وبفكره وبروحه، وكان الدبلوماسي الجسور والشجاع ذي الاستمرارية ذو الرأي السديد، واليوم نعاهده على الاستمرار في هذه القضية، على الاستمرار في الكفاح حتى تحقيق الآمال التي استشهد من أجلها. شكرا. هذا وشاركت وسائل الإعلام الجزائرية في تغطية مراسيم أصول جثمان فقيد الشعب الصحراوي الأخ البخاري أحمد إلى مطار هواري بومديا، مستحضرة المناقب وخصال الدبلوماسي الفذ والمناضل الذي أفنى حياته في المرافع عن عدالة قضية شعبه في أروقة الأمم المتحدة. في السياق ذاته عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بمراسيم دفن وتشييع جنازة الفقيد البخاري أحمد اجتماعها الثاني اليوم بمقر رئاسة الجمهورية. الاجتماع الذي ترأسه عضو الأمانة الوطنية رئيس المجلس الوطني الأخ خطري أدوه وضع اللمسات الأخيرة لاستقبال فقيد الشعب الصحراوي الذي سيصل جثمانه ليلة الأحد إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين. وعن التحضيرات لمراسم الدفن والعزاء يوضح عضو اللجنة الأخ مربيه المامي في التصريح التالي. الآن كانت اللجنة المكلفة من طرف مكتب الأمانة بتهيئة الاستقبال ومراسم دفن جثمان الفقيد البخاري أحمد، يعني في اجتماعها التحضيري الثاني، ووضع اللمسات الأخيرة. الاجتماع كان اجتماع عملي، يعني تم فيه التأكيد على وصول جثمان الفقيد الليل لمطار تندوف إن شاء الله في حدود منتصف الليل، وقد إن شاء الله على الساعة 8 صباحا ستكون يعني بداية مراسم الدفن، على أساس أن الدفن يتم في الساعة 10 صباحا. كل الاحتياطات والإجراءات يعني تم اتخاذها بشكل إيجابي، التحضيرات كلها يعني إيجابية، تم إبلاغ الجهات المشاركة في مراسم تشييع أخونا ورفيقنا وفقيدنا الشهيد البخاري أحمد، قدنا إن شاء الله بمقبرة الجهوية بولاية السمارة، وعلى أساس عنه إن شاء الله يعني قدا مساء سيقام حفل التأبين الرسمي برئاسة الجمهورية، مدعوة للجهات الرسمية يعني وفود عن كافة الجهات الوطنية، ونسأل الله إن شاء الله يعني التوفيق للجميع، وإن شاء الله يقبل منا مولانا إن شاء الله ما اللي توديع أخونا الرفيق البخاري، ونسأل الله إن شاء الله القبول والرحمة والغفران. واللجنة يعني تنبه كافة الراقبين في تشييع الجثمان على إن شاء الله قدم بلعية السمار على الساعة بين الساعة 8 و10 سيكون يعني توديع الأخ البخاري يعني في موكب يعني مهيب إن شاء الله بولاية السمار.
توصل وزير الشؤون الخارجية الأخ محمد سالم ولد السالك برسالة تعزية من نظيره الجزائري السيد عبد القادر مساهل على إثر وفاة الدبلوماسي الراحل البخاري أحمد، كما توصل الشعب الصحراوي بعديد رسائل التعازي من دول صديقة وشقيقة، نتابعها بصوت أبنتا إنجيه. فاجعة رحيل الدبلوماسي الصحراوي البخاري أحمد بارك الله، لا زالت تعازيها تصل للشعب الصحراوي من مختلف أنحاء العالم على إثر هذا المصاب الجلل، حيث توصل وزير الخارجية الصحراوي الأخ محمد سالم للسالك برسالة تعزية من نظيره الجزائري عبد القادر مساهل على إثر وفاة الدبلوماسي البخاري أحمد. وأمام هذا المصاب الجلل يقول وزير الخارجية الجزائرية: لا يسعني إلا أشاطركم أحزانكم وأحزان الشعب الصحراوي الشقيق، معربا لكم عن أصدق التعازي وأخلص المؤسسات. كما اعتبر السيد الصادق بقطايا عضو المكتب السياسي مسؤول إعلام في حزب جبهة التحرير الجزائرية خلال أداء واجب العزاء بالسفارة الصحراوية بالجزائر بأن فقدان الشعب الصحراوي لأحد قادته وهو المرحوم البخاري أحمد بارك الله لن يزيد الشعب الصحراوي إلا تصميما وإرادة وتمسكا بعهد الشهداء معزي القيادة الصحراوية ومن خلالها كل الشعب الصحراوي. اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية هي أيضا تعزي الشعب الصحراوي في وفاة الدبلوماسي الراحل البخاري أحمد. كما بعثت الرئاسة الأوروغوائية ورئيسة الجمعية العامة ومجلس الشيوخ بالأوروغواي برسالة تعزية إلى السفير الصحراوي بها الأخ الشيباني عباس، ومن خلاله إلى الجمهورية الصحراوية وإلى الشعب الصحراوي على إثر فقدان الدبلوماسي المحنك الذي أفنى حياته في الدفاع عن قضية العادلة في مختلف المحافل الدولية. هذا وبعثت أرضية التضامن الكنارية وحزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني بالتعازي للشعب الصحراوي على رحيل البخاري أحمد. الفقيد البخاري أحمد بارك الله وفاه الأجل المحتوم يوم الثلاثاء الثالث من أبريل 2018 على إثر مرض عضال عن عمر يناهي 66 سنة. رحم الله فقيد الشعب الصحراوي وأسكنه فسيح جناته مع الشهداء والنبيين والصديقين، وألهم شعبه وذويه جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. في رسائل التعازي دائما قدم رئيس المفوضية الإفريقية السيد موسى فاكي محمد تعازيه للشعب الصحراوي للسفير الصحراوي في فقدان عضو الأمانة الوطنية ممثل الجبهة بالأمم المتحدة الأخ البخاري أحمد. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالأخ لمن أبعلي سفير الجمهورية الصحراوية بإثيوبيا وممثلها بالاتحاد الإفريقي على هامش إحياء الاتحاد الإفريقي لذكرى إبادة قبيلة التوتسي الرواندية. في أخبار الأرض المحتلة وفي تابينها لفقيد الشعب الصحراوي الراحل البخاري أحمد، خرجت فعاليات نسوية في وقفة سلمية بمدينة سمارة المحتلة رددنا خلالها النساء شعارات الوفاء للشهداء وتصعيد النضال السلمي. على إثر المصاب الجلل الذي أصاب الشعب الصحراوي بعد رحيل هرم من أهرماته وقامة من قاماته وفارس من فرسانه الذي ترجل عن صهوة جواده إلى دار الخلد ملتحقا بركب الشهداء البررة الذين ما بدلوا تبديلا، الفعاليات النسائية بسمارة المحتلة تعني شهيد البخاري أحمد بطريقتها الخاصة بخروجهن بوقفة سلمية نهار أمس بحي طنطان على الساعة الرابعة مساء، يلتحفن السواد ويحملن الأعلام الوطنية في رسالة واضحة تعكس أسمى تجليات معاني الوفاء لعهد الشهداء والسير على خطاهم، رسالة تزرع حبا وشرفا وعزا بما سطروه من أمجاد في ميادين البذل والعطاء والتضحية، فهم رجال الوطن شدوا رحالهم إلى خالقهم. كما رددنا الشعارات المطالبة برحيل الاحتلال معبرين كذلك عن تضامنهم مع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين
بالسجون المغربية وعلى رأسهم معتقلي كديمزيك المضربين عن الطعام منذ أكثر من 20 يوما في ظل تجاهل تام لسلطات الاحتلال المغربية لمطالبهم القاضية إلى تقريبهم من عائلاتهم الذين يعانون كذلك من المعاملة القاسية ومعاناة التنقل إلى المدن المغربية. وهي محاولة جديدة قديمة لسلطات الاحتلال لترويضهم وشل وإضعاف قناعاتهم وتكسيرها، لكن هيهات هيهات لن يحققوا ذلك، لأن هامات الرجال أقوى من قناعاتهم، صلبة لن تزول زوالهم، فهم تعلموا كيف يروضون سياط الجلاد. إن الفعاليات النسائية وهن يستحضرن روح الشهيد البخاري أحمد يؤكدن عزمهن على مواصلة المعركة وعلى الدرب ماضون إلى غاية تحقيق النصر الحتمي. وتدعو الفعاليات كذلك كافة مكونات الشعب الصحراوي إلى الالتحام وتفويت الفرصة على الأعداء المتربصين ووفاء لشهداء وإخلاصا للجبهة. الحافظ الناصري، سمار المحتلة. وجددت الفعاليات النسوية تضامنها مع المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بالسجون المغربية. ورانا مرحمين عليه، مرحمين على جميع الشهداء الأبرار، ورانا متضامنين مع المعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام، على رأسهم معتقلين ديميزيك وصلاح الوسار والداودي وجموعة المعتقلين الصحراويين كاملين أينما تواجد، ورانا متضامنين معهم. مناسبة هذا المصاب الجلل اللي صاب الشعب الصحراوي ألا وهي وفاة الرفيق والأخ أحمد البخاري الدبلوماسي المحنك الذي تفنن في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في دهاليز الأمم المتحدة. وبهذه المناسبة نعز نفوسنا ونعز الشعب الصحراوي أينما حمل وارتحل أينما تواجد هذه المناسبة الأليمة. وفي نفس الوقت ضامنين مع أولادنا المعتقلي قديميزيك المضربين عن الطعام. اليوم خرج مجموعة من النسوة الصحراويات بحي طنطان الصامد ملتحفات السواد تأكيدا منهن على حزنهن على رحيل أحد عباقرة الدبلوماسية الصحراوية البخاري أحمد، ذلك الرجل الصبور الوقور الذي قارع العدو لسنوات طوال داخل أروقة الأمم المتحدة، معلنات ولائهن للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، ومؤكدات مواصلتهن الدرب على نهج شهدائنا الأبرار وكل الوطني أو الشهادة. فعاليات نسوية بسمار المحتلة تتضامن مع كافة المعتقلين وعلى رأسهم المضربين عن الطعام، كما تعز الشعب الصحراوي في الفقيد أحمد البخاري، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ناس اليوم جينا مجموعة من النساء الصحراويات الصحراويات المرابدات، جينا اليوم متضامنين مع معتقلين سياسيين كاملين على راسهم مضربين على الطعام، جينا مملي على الشهيد البخاري أحمد راجل الرحمة والغفران جرة الرضوان، معزنا الشعب الصحراوي كامل ومعزنا بوسنا وكل الوطن والشهادة. احنا اليوم مجموعة من فعاليات النسوية مارقين فقفة تضامنية مع مجموعة معتقلين مضربين عن الطعام، الرحمة عليه روح الشهيد الفقيد البخاري أحمد. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يسكن فسيح جنانه مع الصديقين والشهداء، ونقولوا علينا رانا على العهد صامدين ماشيين على إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ردت تنسيقية قديميزيك بقوة على الدعاية المغربية التي تريد تجيش المستوطنين مغاربة على أنهم صحراويين عبر إلباسهم الزي الصحراوي وجمعهم في تجمعات خطابية مدعية أنهم يمثلون أصوات الصحراويين بالمناطق المحتلة. والتأكيد وأكدت التنسيقية على أن الجبهة الشعبية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وفق الشرعية الدولية. يظهر أن دولة الاحتلال المغربية لم تتعلم الدرس بعد، وما زالت تجهل أن العالم قرية صغيرة ولن تنطلي حيلها التي تنتمي إلى زمن البصري على العالم الحر، حيث أنها في آخر شطحتها تكرر مسرحية هزلية
تتمثل في جمع مستوطنيها ومرتزقتها في مهرجانات خطابية، وتلبسهم اللباس الصحراوي بشكل هزلي لتوهم العالم أن الصحراويين بالمناطق المحتلة يسبحون بحمد دولة الاحتلال. وردا على هذه البروباغندا الهزلية، نظمت تنسيقية ديمزيك للحراك السلمي لقاء تواصليا كذبت فيه هذه المسرحيات التي يقوم بها الاحتلال. فالصحراويون هنا بالمناطق المحتلة يعرف بعضهم البعض، فليس هناك في هذه المسرحيات التي هي من إخراج وزارة داخلية الاحتلال إلا بعض المرتزقة وعشرات آلاف المستوطنين الانتفاعيين. وقد أكدت التنسيقية من خلال تصاريح أعضائها زيف الدعاية المغربية وعلى أن الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي هو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب، وذلك وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، وأنه مهما أكثر أو قلل الاحتلال من شطحات الديك المذبوح هذه فإنه سيجلس مرغما صاغرا مكرها مع جبهة البوليساريو في المفاوضات المباشرة، وإلا فإنه سيجلس ساغرا أمامها في ساحات أخرى خبرها قبل سنة 1991. وقد دعا آباء وأمهات وشباب تنسيقية ديمزيك جميع جماهير الصحراوية الحرة إلى الالتفاف حول مشروعنا الوطني وإفشال جميع مؤامرات العدو، لأن المرحلة الراهنة مرحلة حساسة جدا وتستدعي تجنيد جميع الطاقات الوطنية التي ستتحطم عليها حتما كل مؤامرات الاحتلال. قوة تصميم وإرادة لفرض الاستقلال والسيادة. محمود الحيسن، العيون المحتلة. وفيما يلي نتابع التصريحات التالية لأعضاء تنسيقية أكديميزيك. اليوم مجتمع التنسيقية للتنديد بهذا العمل اللي تقوم به المخابرات المغربية في تحشيد مجموعة من 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 أبناء الشعب المغربي وبعض المرتزقة اللي يحاول ما أمكن يكذبوا الصورة الواقع في هاي المنطقة، اللي هي أن الشعب الصحراوي كامل متشبث بقيادته الرشيدة ألا وهي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب. وهاي البروباغاندا قطعت دلها مرارا وتكرارا ودائما تدي إلى الفشل. اليوم تنسيقية ديمزيك الحراك السلمي مجتمع من أجل تندد ب سياسة الدولة المغربية اللي تحاول علنها تقانش من المرتزقة والعملاء والمستوطنين علنهم يمثلوا الشعب الصحراوي، الشعب الصحراوي اللي يمثلوا الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب، قطعا عنه ما هم لليوم ولا هم اليامس من 75 اللي يتمثل للشعب والدافع عنه، قطعا عن الصحراء اللي ماتوا من أجلها القلياء والتالي منهم البخاري أحمد يامس، علنها ما لا يسمح فيها وعلنها ما لا يتخلل المغربيين اللي ما خلى ما جاب اللي ممثل يقول علن الصحراء مقاربة ما أنا الله ما أنا مقاربة ولقد خلطنا ما هو الاحتلال. بعيدا عن الادعاءات وتزوير الحقائق والمسرحيات الهزلية اللي تمثل ضد الشعب الصحراوي، نقول للاحتلال المغربي ونقول للعالم كامل من بعيد ومن قريب عن ما تمثلنا شمه رائدة كفاحنا الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، ممثلنا ومولي الشرعي الوحيد ويمثلنا لهذا العلم. أنا اليوم هذه تنسيقية ديمزيك جات هون تشرح وتبلغ للغزاة والمغاربة اللي جايين لاه يزوروا الصحراويين بس مش لوحة، احنا رانا اللي مثلنا وهي الجمهورية العربية الصحراوية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. أن الذي يمثل الشعب الصحراوي هو إطار واحد، هو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وهذا هو اللي بايع الشعب الصحراوي عليه الجبهة يوم 12 أكتوبر تحت طلحة عين بن تيلي، وقال الله تعالى في آية مماثلة لهذا: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل عليهم السكينة وألزمهم التقوى. إذن هون حتى الشعب الصحراوي بايع الجبهة الشعبية تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب يوم 12 أكتوبر في عين بن تيلي تحت ذيك الطلحة، وتم إقبار القبلية بصفة كاملة ونهائية. هون جينا باش نبلغوا رسالة عن هون شعب ينقال له الشعب الصحراوي لا غبار عليه، هذا الاسم ما يقدي وزور في القارات الخمسة، معروف هون عن هون شعب
ينقال بالشعب الصحراوي. الشعب الصحراوي كان مستعمر من طرف الدولة الإسبانية مدة 92 سنة كسائر الشعوب، ومن هبت الرياح من عام 1952 إلى هبت رياح الحرية انهض الشعب الصحراوي كسائر الشعوب، ودافع حتى عن الحرية ودافع عن الاستقلال ودافع عن المسائل. هون بلغوا رسالة لله يترامى والله يتواطى والله يتزور بدل الأحداث، والله يزور تاريخ، والله عادة ذاك النوع راهو غير مقبول. هون الشعب الصحراوي فوق أرض قالها الصحراء الغربية. هون نقول لكل غازي وكل معتدي وكل حد هنا كان عن هذا الشعب الصحراوي المثل الوحيد وهي الجمهورية الصحراوية لتحرير الساغة الحمراء وادي الذهب. هذه هي التمثيلية اللي تمثل الشعب، والغيرها أراه مرفوض وله خالي. نقولوا للعالم ونقولوا للصحراويين كاملين والمغاربة والمحتلين والجميع عن الشعب الصحراوي أعطى دمه ولحمه من أجل كرامته وهي الجبهة الشعبية لتحرير الساغية الحمراء وادي الذهب، ومن أجل تحرير بلاد. وإحنا ما خالق حد لا يمثلنا اليوم في بلد، وقال المغرب مثلا شرع الدراريع وشرع الملاح ولا خالق شي ما عدلوا، رانا فروسنا عن كاينة هون تحركات من أجل مثلا كانهم يزوروا الحقيقة، والله مثلا يقولوا عن عن عنهم يعطوا المغاربة مثلا الدراريع والملاح باش مثلا يقولوا عنهم صحراويين، ولكن راهو هذا ما كون منه ولانا، لأن احنا الممثلين والوحيد وهي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب. احنا جينا هنا تياها قلنا عنا ما يمثلنا حد، ما يمثلنا حد لابس دراعة صاد دلار، ولا يمثلنا حد خالق بها رقبته، ولا يمثلنا حد لابس كومبلي وداير كرباطة ولابس دراعة، هذاك ما يمثلنا، ولا تمثلنا امرأة رادة ملحفتها شمالية لكتتها عسرية، هذا ما يمثلون. احنا ما تمثلنا ما هو الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. طلب المعتقلون السياسيون الصحراويون المضربون عن الطعام بسجن القنيطرة بالمغرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل لدى الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، وكذا إفادة بعثة أمريكية إلى المنطقة لتقصي الحقائق في أحداث إكديميزيك لكشف الحقائق التي يحاول المغرب إخفائها عن الرأي العام الدولي. وأدان المعتقلون في رسالة مطولة للرئيس دونالد ترامب ظلم الدولة المغربية بحقهم وتماديها في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. في موضوع آخر، تعرض منزل عائلة المعتقل السياسي الصحراوي ضمن مجموعة إكديميزيك المضربي عن الطعام منذ 9 مارس الماضي عبد الله بهاه لهجوم عنيف من طرف أجهزة الاحتلال المغربي إثر تنظيم وقفة سلمية في إطار الالتفاف الجماهير الصحراوية حول المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام والمطالبة بإطلاق سراحهم وتلبية مطالبهم العادلة. التدخل العنيف على منزل أهل أحمد السيدي بمدينة العيون المحتلة خلف إصابات متفاوتة الخطورة، أبرزها حالة والدة المعتقل السياسي الصحراوي السيدة المامية محمد لمين أحمد سالم بإصابتها إصابة بليغة على مستوى الذراع. وإصابة المامية القاضي رقيبانو الحويج حمادي الشريف أخوينا سيدمو لالا مولاي عايشتو بوتنجيزا الديه الغالية أبهاه الكورية منتو حياه منصور سيدي حماد سعادو أحمد سالم فاطمة الخفاوني. وفي ظل استمرار تنصل الدولة المغربية من التزاماتها القانونية والإنسانية، تواصل الساحة الإسبانية مؤازرة المعتقلين السياسيين الصحراويين من جهة والترحم على فقيد الشعب الصحراوي الأخ البخاري أحمد. المزيد في المراسلة التالية مع محمد لمين نفعي من إسبانيا. ضربت هذا الجمعة للجالية الصحراوية ببلاد الباسك وكانطابريا ونابارا بصحبة الحركة التضامنية بالمقاطعات المذكورة،
موعدا أمام مقر القنصلية المغربية بمدينة بلباو الباسكية في سياق سلسلة الوقفات التضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين وعائلاتهم، نظرا لما يحيط بهم من خطورة نتيجة إهمال إدارات السجون المغربية ونية الانتقام المبيتة باعتبار أنهم من الطينة الصحراوية ويطالبون بحق تقرير مصير شعبهم واستقلاله الوطني. وبمدن برشلونة ولاس بالماس وسيبيا حصلت وقفات مماثلة سطرتها حركة التضامن الإسبانية من خلال التنسيقية العامة لجمعيات الصداقة والتضامن مع الشعب الصحراوي، وما تزال مدن أخرى تتأهب لتنظيم أنشطة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يستغيثون يوميا لإنقاذ حياتهم. من جهة أخرى، وعقب وفاة الدبلوماسي الصحراوي البخاري أحمد، تقدمت البعثة الصحراوية بإسبانيا باسم المكاتب الجهوية والعاملين بها بأصدق التعازي إلى عائلة الفقيد والشعب الصحراوي عامة، مبرزة مناقب الفقيد والخدمات الدبلوماسية التي قدمها طوال حياته لفائدة القضية الوطنية. وفي نفسي وعلى نفس الخطى قدم السيد كارميلو راميرث باسم الفيدرالية المؤسسات المتضامنة التعازي بالمناسبة. ومن جهتها بعثت أرملة الفقيد البخاري أحمد السيدة بروها أحمد هنان برقية شكر وامتنان إلى كافة أفراد الشعب الصحراوي وإلى القيادة السياسية الصحراوية على حسن العزاء والمرافقة الكريمة في هذه الظروف الصعبة والأليمة التي تمر بها العائلة. تجدر الإشارة في الأخير إلى أن الأخت خيرة بالله عضو الأمانة الوطنية ممثلة الجبهة الشعبية بإسبانيا حضرت الجمعة أشغال ندوة سياسية عقدها الحزب الشعبي الإسباني الحاكم وذلك بمدينة سيبيا، وإلى جانب الممثلة حضر أيضا الممثل الجهوي بمقاطعة الأندلس الأخ محمد زروق. نظمت الجالية الصحراوية بمقاطعة الأندلس وقفة احتجاجية أمام قنصلية الاحتلال المغربي. الوقفة تأتي في إطار الأنشطة التضامنية مع المعتقلين التي سطرها مكتب الجالية الصحراوية بأوروبا والبعثة الصحراوية بإسبانيا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الصحراويين بالسجون المغربية. وللتذكير فإن الساحة الإسبانية تشهد تحركات كثيفة للتضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال، فقد تم تنظيم وقفة مماثلة يوم أمس أمام قنصلية الاحتلال بمدينة بيلباو وقبلها أمام السفارة المغربية بمدريد. في إطار جولة الحكومة على القطاعات، زار اليوم عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول الأخ محمد الولي عكيك وزارتي الإعلام والشؤون الاجتماعية وترقية المرأة، أين اطلع على برامج العمل ونظم التسيير والهيكلة. تقرير معروف أحمد الحسن. عرض بالأرقام لنتائج ما أنجزته وزارة الرعاية الاجتماعية وترقية المرأة خلال الثلاثي الأول من عملها وتخصصاتها، وهو ما وقف عليه اليوم عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول الأخ محمد الوالي عكيك والوفد المرافق له للإطلاع على أهم الانشقالات التي تعيق السير العام للقطاع ومدى نجاح الخطط والبرامج التي ترصدها القوة البشرية العاملة هناك، خاصة وأنها تلامس بشكل مباشر فئات حساسة في المجتمع الصحراوي ومنها ذوي الاحتياجات الخاصة. وميدان ترقية المرأة وهي الحوصلة التي أفضى إليها هذا الاجتماع.
الحكمة اليوم في وزارة الرعاية الاجتماعية وترقية المرأة نستقبل السيد الوزير الأول والفريق المرافق له من الوزارة الأولى في جولة استطلاعية تتمثل في اطلاع على حالة الوزارة، كذلك الاطلاع على حالة البرمجة والتخطيط على المستوى المركزي في الوزارة. واليوم هنا بحضور كافة الموظفين العاملين نحاول أن نقيم مرحلة الثلاثي الماضي، ما أنجز ما لم ينجز، ونحاول التحضير للثلاثي المقبل قبل نهاية شهر رمضان المبارك بإذن الله، من أجل أن نوقف على التطبيق الكامل لبرنامج والرزنامة السنوية. التصدي لدعاية العدو المغربي المزيفة والواهية خاصة في ظل الانتصارات والمكتسبات الدبلوماسية التي حققها الشعب الصحراوي على الصعيد الدولي والإقليمي مؤخرا، هدف قار استمع له الوزير الأول في خضم محطته الثانية إلى وزارة الإعلام في لقاء مع الأطقم المسيرة، والاستماع إلى إحاطة شاملة عن المنهجية المتبعة لوسائل الإعلام الوطنية في تغطية الأحداث سواء منها بالأرض المحتلة أو بالمخيمات أو المهجر. كما كان اللقاء فرصة سانحة للتعبير عن مجموعة من المصاعب والانشقالات الميدانية التي يعيشها الإعلام الصحراوي في مواجهة إعلام العدو. قضايا هامة من قبيل موضوع الموظفين وموضوع الأفراد كانشقال أساسي وحقيقي في ميدان الإعلام، كذلك موضوع الإمكانيات التكنولوجية اللي يتطلبها الميدان الإعلامي، كيف معلوم على أنه هذه الصناعة الإعلامية تشهد طفرة في ميدان تكنولوجيا الإعلام، ومفيدة جدا لأن العالم ينتقل عما كان إلى آخر ما أنتجته التكنولوجيا في هذا الميدان، وهذا يفرض على الدولة الصحراوية تواكب وتحدث تقنياتها الإعلامية هي كذلك في هذا الميدان. وتأتي هذه الجولة للوزير الأول ضمن مماثلاتها بعدة مؤسسات للدولة الصحراوية لمعرفة مدى تنفيذ البرامج الوطنية والتفاعل مع أسباب عدم تطبيقها على الأرض. شاركت ممثلة الجبهة بإسبانيا الأخت خيرة أبو الله إباد رفقة ممثل الجبهة بالأندلس الأخ محمد أزروق في الندوة السنوية للحزب الشعبي الحاكمي في إسبانيا. الندوة التي حضرها السلك الدبلوماسي المعتمد بالبلاد وأحزاب سياسية أوروبية وأخرى من أمريكا اللاتينية والشمالية كانت فرصة للوفد الصحراوي للاجتماع بممثلين عن بعض الأحزاب السياسية وقادة الحزب الشعبي الحاكم، كما تم إجراء محادثات ثنائية على هامش الندوة تركزت على حشد الدعم السياسي والإنساني للقضية الصحراوية. وافق برلمان مقاطعة كاستيا ليون الإسبانية يوم الجمعة الماضي على إنشاء مجموعة برلمانية تحت اسم سلام وحرية للصحراء الغربية، ويأتي إنشاء هذه المجموعة البرلمانية التي بادر بها محامون من مختلف التشكيلات السياسية الناشطين في مجال الدفاع عن القضية الوطنية اقتداء بالمناطق الإسبانية الأخرى بهدف ترقية النشاطات المتعلقة بالدفاع عن القضية الصحراوية على الساحة الإسبانية. قال سفير بريطانيا بالرباط توماس ريلي أن حكومة بلاده لن تتقاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان من العالم، وجاء رد سفير المملكة المتحدة على سؤال لرئيس منظمة عدالة لبريطانيا الأخ سيد أحمد الياداسي الذي حاول الاستفسار عن موقف بريطانيا من ملف حقوق الإنسان في ظل الصفقات الاقتصادية التي تعقدها بشكل مستمر مع المملكة المغربية. ختاما وفي وصية خالدة حث الفقيد البخاري أحمد الشعب الصحراوي على الصبر والصمود ومواصلة مسيرة الكفاح حتى تحقيق النصر والاستقلال. صحتك من واحد من الذين خبروا الملف على مستوى الأمم المتحدة، ماذا نرتقب من أبريل القادم؟ التقرير سيكون مهم ونشوف يعني ما هو المحتوى، ولكن يعني نوصي يعني شعبنا صحيح أنه استغلال الصحراء الغربية الجمهورية الصحراوية
يعني أتي لا محال ولا يعني هناك عرقلة اللي ممكن عنها توقف يعني وقفة نهائية ضد هذا الحق وهذا الواقع. هذا مطلب وراه شعب مصمم ويعني في إطار شرعية دولية واضحة. صحيح. كما قلت يعني والعصر الإنسان في خسن للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إحنا من أولئك الذين آمنوا ولدينا الحق. بزمن القتال يعني نعتنا عنه شعب قادر على القتال، وفي زمن عنه الصبر نعتنا ملعنا عندنا قدرات الصبر. ولكن هذا من أجل يعني الوصول لهدف مقدس ولا رجع عنه مهما كلف ذلك من 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 وقت أو ثمن أو مهما قدم المغرب يعني مناورات تكتيكية من أجل إبعاد الوصول لهذا الهدف. رحم الله الدبلوماسي الفذ البخاري أحمد. تكاملت أوراق هذه النشرة، في ختامها أعود ذكر بأبرز العناوين. وصول الجثمان الفقيد البخاري أحمد إلى الجزائر، والأمين العام للأمم المتحدة يعزي الجبهة ويشيد بحنكة وحنكة الدبلوماسي الراحل. الجالية الصحراوية بإسبانيا تتظاهر أمام عدة قنصليات مغربية لدق ناقوس الخطر حول الحالة الصحية الحرجة للمعتقلين الصحراويين بالسجون المغربية. وتابعتم الوزير الأول يواصل إشرافه على جولة الحكومة بلقاء مسيري وزارتي الإعلام والشؤون الاجتماعية وترقية المرأة. في ختام هذه النشرة أنقل لكم تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.